السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم مشاهدي قناة الدعاء الفضائية. نطل عليكم من جديد في ليالي شهر رمضان المبارك وحلقة جديدة من برنامج أنتم والشريعة. نقدم التحية والترحيب في مطلع كل حلقاتنا في هذا البرنامج لضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سماحة السيد. سلمكم الله، بارك الله بكم، الله حياكم الله، يبارك فيكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله بأحسن القبول سماحة السيد. وأنتم كذلك، بارك الله الله بكم. يبارك، الله يحفظك. سمح سيدي، اليوم في خاطرنا نسألك عن قضية متعلقة بموضوع التوبة. نحن نعلم سماحة السيد بأنه باب التوبة جعله الله دائما مفتوح لكل الناس سماحة السيد، لكن نتساءل حقيقة سماحة السيد عن بعض القضايا اللي الإنسان إذا لربما هو في الطريق غير الصحيح، لربما غارق في المحرمات، القضايا التي تغضب رب العالمين، لو بحث في نفسه عن بعض القضايا من خلالها يقدر يعرف بأنه بإمكان العودة إلى الطريق الصحيح. ما هي هذه القضايا؟ عليه أن ينظر في ماذا سماحة السيد؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الحال هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة قصيرة. نعم سماحة السيد، تفضل. المقدمة وهي أنه أن نعرف طبيعة الله. الله شنو طبيعته؟ شنو طريقته؟ طريقة رب العالمين كيف؟ مثل الموظف اللي لابد أن يعرف رب العمل ومدير ومسؤوله، ما هي طريقته في الإدارة، ما هي في طريقته في تسيير الأمور. مرة أنا أشوف مديري لا يسامح أصلا وما يجامل أصلا وحدي، فأنا في الواقع أتعامل مع طريقتي بهالشكل هذا. مرة لا أشوف أن هذا المدير مدير عليه حال طيب وسهل جدا سهل، وأنا أتعامل معاه بطبيعته وطريقته. أنا أقوم أتسيب بالدوام، أقوم أتغيب عن الدوام حسب تعبيرنا، أفلت من الدوام باعتبار هو خوش رجال وماذا يسامح. يغض النظر. نحن لابد أن نتعرف على طبيعة الله. ما هي طبيعته؟ رب العالمين هل هو سهل سمح؟ أو هو شديد وحازم؟ بحسب الروايات والآيات الكريمة في القرآن لما يصف رب العالمين نفسه يصفها بين أنه هو عليه حال غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده، ويحب الساترين، ولا يحب أن تشيع الفاحشة. هذا كلها من صفاته. في جهة، في جهة أخرى شديد العقاب، مكره على حال مكر شديد ولا يفوت شيئا، يأخذ بالصغيرة والكبيرة بشكل دقيق. فطبيعة رب العالمين ليس سهلا بهذا الكيفية على أنه نحن يمكن أن نخدعه ونمرر قضايا من تحت ماذا؟ من تحت بساطته. وإنما رب العالمين حكيم عليم شاهد وحازم وحاكم، وفي نفس الوقت عنده حب لعباده، يحب عباده. رب العالمين يحب عباده، يعني هؤلاء العباد اللي خلقهم يحبه ولا يريد لهم الشر، يريد لهم الخير. وهو يصف هذا الأمر أنه عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويتعامل معهم على أنه رب العالمين هؤلاء عباد الرحمن هيأ لهم جنات وهيأ لهم أنهار، يحبهم. ويتأذى رب العالمين، يتأذى بهذا المعنى، هو ليس كالبشر، يتأذى بهذا المعنى على أنه يغضبه ويمقت الله، يمقت الله السيء من العباد، السيئون الفاسدون المتمادون، رب العالمين يتأذى منهم. ولكن مع ذلك هو يعرف طبيعة البشر، طبيعة
متقلبة، الهوى يأخذه من جانب، الشهوة تأخذ من جانب. رب العالمين يعرف طبيعة البشر وطبيعة متقلبة، لذلك هو يضع له ماذا؟ فرص كثيرة. الفرص التي وضعها الله لعباده لا تعد ولا تحصى، واقع لا تعد ولا تحصى، ويعتبر على أن الناس بحاجة إلى ماذا؟ إلى هذه الفرص. فإذا عرفنا هذه المقدمة نأتي ونقول أنا متى أعرف أني عندي مجال؟ أتمادى بالغلط لو أرجع؟ والإنسان هذا سؤالك، أنه أنا شلون أفتهم أن وضعي بمجال أنه أرجع وعلاقتي مع الله تحسن مع الله، أو لا أنا غاسل إيدي 4 مرات 7 مرات بالصابون وبعد شنو مولانا؟ لا طريق العودة، ماكو طريق العودة. هذا الأمر لا يعرفه أحد إلا الإنسان نفسه. كيف؟ شلون؟ نعم. وذلك ما يملكه من الأمل بالله. إذا باقي في نفس الإنسان أمل بالله ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، الله سبحانه وتعالى تسبق رحمته غضبه، الله سبحانه وتعالى يغض النظر، إذا هذا الشعور في الإنسان هذا يحرك على أنه شنو؟ يرجع. أما إذا الشعور في الإنسان أنه لا أنا من المغضوب عليهم، أنا من اللي انتهى أمره، أنا من اللي ختم الله على قلوبهم، أنا بعد فايدة ماكو، هذا الشعور قد ينتاب الإنسان. تسألني من وين يجي هذا الشعور وذاك الشعور من وين يجي؟ يعني الشعور الأمل برحمة الله وشعور اليأس من رحمة الله هذا من وين يجي؟ منشأه صحيح أن الإنسان هو اللي يقرر هذه الحالة، ولكن من أين يأتي هذا الشعور؟ الجواب، الجواب من قوة نفس الإنسان. مرة أن نفسي المطمئنة، نفسي حسب تعبيرنا اللوامة، النفس اللي هي في الواقع بعيدة عن النفس الأمارة، هذه إذا كانت قوية نفس الأمارة بالسوء شنو؟ تغادر. أما إذا أنا قويت نفس الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء يعني الشيطان، الشيطان يجي يقول لك أنت ملفك شنو مولانا؟ مختوم، فائدة ماكو، لو هسه تروح ما أدري شو تسوي، ماكو، أنت من أهل النار. شيطان يلقي الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول لا تسمع الكلام الشيطان ولا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من رحمة الله ولا يأسوا من رحمة الله. شوف تيأس هذا إذا يقوي هذا الجانب ولا واحد قال يا رسول الله بلي أنا بلي هالشكل، أنا أتوب إلى الله وأعلم أن الله لن يتوب علي أو لن يغفر الله لي، أستغفر الله ولكن أعلم أن الله لن يغفرني. رسول الله قال له ليش؟ شو مسوي أنت؟ قال أنا مسوي المصايب، مصايب. فرسول الله قال له حكاية لطيفة، قال له أنت أعظم بلي أم الله؟ قال الله أعظم. فرحمة الله أعظم، فأنت يغذي هالجانب. فإخواني الكرام أعزائي المشاهدين، إحنا إذا زرعنا هذا الأمل في نفوسنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل، إيش ما مسوي إيش ما مسوي، يعني جاء أقول لك 3 مرات إيش ما مسوي بحياتك، رب العالمين يقبل، رب العالمين يغفر. سيد أنا شارب، ما يخالف، توب إلى الله. سيد أنا زاني، ما يخالف، توب إلى الله. سيدنا أنا ترى مولانا ترى كل شيء مسوي،
توب، الله يقبل. توب، إحساسك بأن الله ما يقبل هو نفسه ذنب عظيم، نفسه ذنب عظيم. فهذا الإحساس هو اللي الله سبحانه يريد يغذيه، يغذيه في الناس بالآيات الكريمة والروايات الشريفة، وحالة من الأمل يزرعها أئمة أهل البيت في نفوس الناس، حتى أنه لا تقطعون علاقة بالله، لا تقطعون. سيدنا أنا مسوي مصايب، ما يخالف ما يخالف، توب وابقى على توبتك، كن قوي وصريح وذو إرادة، الله سبحانه وتعالى يغض النظر، يغض النظر. قلت ما أصلي ما أصوم، خلي أسولف لكم قصة هواي لطيفة بس سريعة، يعني مو طويلة، حتى تشوفون رحمة الله شكبر. خوش موضوع ذكر مصطفى عن رحمة الله. فديوم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يروح إلى مناجات ربه، كان يروح للمناجات. شافه واحد، صادفه واحد، شافه يبكي يدعو يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، ويبكي متأذي. موسى تأذى، قلت شو مسوي ليش هيك؟ فبدا يذكر لموسى الذنوب اللي مسويها. ذكر لموسى انا شو مسوي وشو مسوي وشو مسوي وشو مسوي. موسى وطلب من موسى، قال اتهم لم جات روح قل الله خلي يغفر لي، اتهم اشفعك يعني. موسى ذهب إلى مناجاة ربه، يا رب، الله تكلم معه، قال يا رب هذا العبد المسكين رأيته أنا في الطريق هالشكل، فيريد المغفرة يا رب، اسمعه اسمعه. رب العالمين قال يا موسى إني قد غفرت له، إني قد غفرت له، ولكن عندي عتاب بسيط، عندي عتاب بسيط عليه، هو أعتب عتاب. من يعتبه؟ رب العالمين. رب العالمين، لمن يعتب؟ ذلك العبد، ذاك العبد المذنب. موسى قال له يا ربي شنو عتابك؟ قال ليش قال لك معاصي؟ ليش سولف لك المعاصي؟ سبحان الله، ليش سولف لك؟ فضح نفسه. مو هذا يوم الأيام إذا شافك رح يخجل، وأنا ما أريد عبدي اللي أساء وتاب أن في اليوم يخجل. أنا حتى ملائكتي أنسيهم ذنب العباد. سبحان الله، لا واقع، يعني واقع. أنا عبادي لما أتوب عليهم الملائكة اللي يكتبون أنسيهم، أقول لهم لا تتذكرون شيء من عباد، لأن هذا عبدي يستحي. فهو لما اعترف إليك هذا باكر صارت عينك بعينه، راح يجي شعور أنه هذا يدري أنا شو مسوي، فراح يخجل. أنا ما أحب عبدي أن يخجل من عبادي بسبب ذنوبه، لأن أنا غفرتها، وما لازم كان يتكلم معك، أنا عتابي هذا، اشكو أمرك إلي يا عباد، يا مذنبون، يا عاصون، يا تائبون، يا راجعون، اشكو أمركم إلى الله فقط، لا تحكي ويا غيره، لا تفضح نفسك. فهو الرحيم، فهو الغفور. هذا الإحساس إذا موجود طريق العودة معبد، طريق العودة مفتوح. لا سمح الله شوية تحسس نفسك أنك ما مغفور إليك، وأن ذنوبك كلش كلش كثيرة، والله سبحانه وتعالى، هذا هو بحد ذاته نغمة الشيطان. اكتب عليها نغمة الشيطان، ونغمة الشيطان لابد في رمضان شو نسوي لها؟ نلغيها إن شاء الله تعالى. أحسنتم، بارك الله بكم. رائعة هذه القصة اللي ذكرتها سمعت السيح. أي والله، تخشع لها القلوب حقيقة. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. نذهب الآن إلى الأخوة اللي يتصلون بنا واللي يشاهدونا. أرقامنا للاتصال والتواصل معنا في هذا البرنامج ظاهرة أسفل الشاشة. الاتصال الأول من الأخ سعد من الكوت، حياك الله. المغذي، نعم، المغذي أعطاه المغذي مفطر للصوم
من فترات الصوم. فقط هذا سؤالك؟ شكرا للأخ سعد من الكويت. نعم سمعت السيد، يسأل عن المغذي. ذكرنا من أول رمضان وإلى يومنا هذا مكررا أن المغذي والأبر في العضلة أو في الوريد ليست مفطرة عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. فهذه المغذيات ليست مفطرة ما دام الإنسان هو بحاجة إليها أو مريض. نعم هذه ليست مفطرة. تسمح لي من باب المزاح مع الأخ سعد لا أكثر، يعني باي. سعد كنا في عالم سمحت السيد، ما أخذنا عالم جدا رائع، سعد أخذنا لغير عالم، يعني تمنيت كان سؤاله ضمن عن المقدمة اللي الموضوع. تفضل بها بلي سمحت بلي السيد. بلي. طيب يعني اللطيف أن يصير المداخلات عن الموضوع شوي، ناس نعم. يسألوني يا بكذا، وحتى واحد شوية يخشع، نعم بس عموما المسائل الشرعية أيضا لا حاجة بالتأكيد، هو إلى هذا نفسك هدف حاجات البرنامج، نقدم خدمة إن شاء الله للمشاهد الكريم. الأخت أم أحمد من كربلاء، حياكم الله. ألو، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم إلى مصر. إحنا عندي سؤال للسيد رشيد. تفضلوا بسؤالكم أم أحمد. أنا عندي بيت بكربلاء وملكي يعني ناقة على بيت، وزوجي عنده بيت ثاني ببغداد. نعم. أنا مستقرة بكربلاء، بس هو مرات يعني ياخذنا لبغداد ويجيبني، صلاتنا وصيامنا صحيح، هو يقول لي هذاك يعتبر وطن ثاني، بس أنا وطني كربلاء. زين واضح هذا ان شاء الله. سؤال. وعندي بني اقرا القران شويه، مو كل شيء قويه بالقراءه يعني، اتلكن بي. واضح، شكرا شيخ. ما عندكم سؤال بخصوص السؤال الاول شنو سؤالها كان؟ الاول؟ هي عندها بيت في محافظة كربلاء ومستقرة في محافظة كربلاء، زوجها يملك بيت في محافظة بغداد سمحت السيد، يقول احنا اغلب الاحيان في كربلاء لكن مرات ياخذنا لبيتها اللي في بغداد. وهي عايشه في بغداد؟ لا عايشة في كربلاء وتقول لا موطني. سابقا ما عايشه في بغداد. أبدا لا، نعم موطنها هي كربلاء. مواطن كربلاء. على أي حال، شراء البيت في مكان من الأماكن لا يجعل ذلك المكان وطنا للإنسان، حسب تعبير سماحة السيد السيستاني. نحن لا نقول بالوطن الشرعي الذي قال به أستاذنا السيد الخوئي. السيد الخوئي قال على أنه اللي يشتري بيت في مكان يسكن به 6 أشهر يصير وطن إليه. سماحة السيد يقول لا، اللي يشتري بيت ما يصير وطن، حتى لو يبقى فترة 6 أشهر ما يصير وطن، لابد أن يتوطن. يتوطن الأخت وهي ما يعني ما ساكنة في بغداد ولا متوطنة في بغداد. نعم زوجها مشتري بيت، يمرون هناك 2 3 أيام، فبغداد ليست وطنا. وإذا ذهبوا إلى بغداد بدون 10 أيام، يعني لم يقيموا 10 أيام، فصلاتهم قصر ويفطرون أيام رمضان. أحسنتم. سؤال ثاني نرجع له إن شاء الله بعد ما ناخذ اتصال الأخت أم علي من كربلاء، حياكم الله. نعم يا أم علي من كربلاء تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، ألو، السلام عليكم سيدنا رشيد الحسيني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أترك التلفزيون. الآن سيدنا الله يخليك، في السؤال، نعم في شهر رمضان يقولون انه رب العالمين يظل الشياطين، يعني الشياطين مكثفه في شهر رمضان، نعم يلا عاد هاي الذنوب، ليش الناس تسوي ذنوب اذا الشياطين مغلوله؟ واضح، فقط هذا شكرا، الله سؤالكم. يخليك. شكرا لكم، شكرا لاتصالكم. سمح السيد، نرجع للسؤال الثاني للاخت ام احمد، كان عن قراءة القرآن، تقول لما أقرأ القرآن يصير عندي هفوات، أخطاء في القراءة، فشنو الطريقة الصحيحة حتى ما أوقع في الذنب يعني؟ ما التفتت لسؤالها. سؤالها كان عن قراءة القرآن سمح السيد، يقول بلي أقرأ القرآن في شهر رمضان بلي، فصير عندي هفوات، أخطاء يعني بالقراءة، فما أريد أوقع بذنب سمح السيد. في الواقع لابد الأخوة أنه أولا إذا أرادت أن تتقن قراءة القرآن، الاستمرار مو فقط في رمضان، استمرار باليوم ولو صفحتين أو 50 آية، أن تقرأ مع محطة، مع إذاعة، تقرأ يومية 50 آية، شيئا فشيئا هي تشوف نفسها تحسنت قراءتها. أما أنه بالسنة لمدة شهر شوي يقرون، هذا ما يعلم القراءة. تعليم القراءة وتعلم القراءة في الواقع بالتدريج وبشكل مستمر. واضح إن شاء الله. ناخذ اتصال الاخ محمد من واسط، حياك الله يا محمد. الاخ محمد من واسط انت معانا على السلام الهواء. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد. شلونك يا شلون صحتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الله يتقبل أعمالك. فالسؤال للسيد، تفضل. سؤال، أنا شوية بيتي بعيد عن بيت أهلي، قبل كنت سابقا ويا أهلي. نعم. وهسه صار عند عائلة ابتعدت عنها لمسافة حوالي 40 كيلو. نعم. نعم. تسمعني؟ نسمعك نسمعك، كمل سؤالك أخي محمد. وهسه دائما أروح لوالدي ووالدتي، نعم. يعني بالسبوع مرة أو بالسبوع مرتين. نعم. يصير لي أفطر لو أبغى صايم. أنت من عفت منطقتكم، عفتها على أساس بعد ما تجي تعيش فيها. تسمع تسمع أخ محمد؟ لو قطع الاتصال أخواننا بالكنترول يا ريت. نعم تسمعني. الأخ محمد سماحة السيد يسألك، يقول لك أنت أعرضت عن مكانك السابق اللي هو ويا بيت أهلك، المنطقة اللي ساكن بها، بعد ما تريد تعيش بها؟ نعم. بعد ما تريد ترجع نهائيا؟ لا لا ما أرجع لها الآن، مستقر. مستقر، تمام. إذا الأخ ترك الرأس، مسقط رأسه، ترك المنطقة اللي كان يعيش فيها بعد ما يريد يسكن بها أصلا أصلا، ولا بعد 10 سنوات، يسموه إعراض، إعراض كلي. نعم. ما يريد بعد يرجع، فمنطقة تصير منطقة شنو مولانا، غريبة، غريبة عليه. فلما يأتي لزيارة أهله، زيارة والده والدته، يوم أو يومين، يوم يومين، يصلي قصر وما يصوم. والله. يقول مسقط رأسي، ما يخالف، بس تركت مسقط الرأس. فمن ترك مسقط رأسه أو أعرض عنه فيسقط عن كونه وطنا. واضح. الأخوتم علي ما نسينا سؤالكم، لكن إن شاء الله نرجع له بعد ما نأخذ اتصال من الأخ أبو جعفر من البصرة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، البارحة اتصلت بينت أنه أنا موظف وأداوم فترة 15 يوم وصار لي 20 سنة. أكو نوع ثاني عندنا من الموظفين، نعم، يداومون نفس الدوام لكن يقطعون مسافة فوق 44 كيلومتر، هاي وحدة. ونوع ثاني عندنا من الموظفين يداومون يوميا، يعني في الأسبوع يداوموا 5 أيام من الساعة 7 الصبح للثنتين الظهر. نعم. زين، هاي شنو حكمهم؟ كم سنة صار؟ عندي بعد سؤال. لحظة. الأخ أبو جعفر اسمع سماحة السيد، تكلم معاك سماحة السيد. أقول القسم الثاني اللي 5 أيام بالأسبوع يروحون من 7 للـ3، 8 ساعات، ذولا كم سنة على هالشغلة هذه؟ صار احنا فترة فوق 20 سنة داوم. 20 سنة هالشكل؟ والقسم الأول شنو كان وضعه؟ القسم الأول اللي قلت عنهم شنو كان، كم يوم؟ 15 ب 15، بس شنو ذكرت بيهم فد ملاحظة؟ نعم العفو، سؤال ما سمع. أول سؤال، أول فئة اللي ذكرتها هسه، قلت اللي داوموا. أول سؤال إنه أنا موظف وأداوم يعني من بيتنا للشركة مالتي مسافة 30 كيلومتر. عرفت، الفئة الثانية 40 كيلو. 15 يوم، 15 يوم أداوم بالشهر. نعم. ودوامي 12 ساعة باليوم. إي، روح إلى الفئة الثالثة. نعم. الفئة الثالثة. أذكر الفئة الثالثة اللي ذكرتهم. هسه هاي فئة، بس اسمح لي أبو جعفر، ذول 15 و15 عرفناهم، والفئة اللي بعدها يدامون من 7 الصبح لـ3 يوميا بعد. نعم. ردت تسأل عن شيء آخر، شنو هو؟ اي صحيح. الشيء الأخير شنو اللي ردت تذكره، أو الفئة أخرى؟ سؤالك الثالث بابا، أنت قاعد سؤال ثالث، تفضل. السؤال الثاني عندنا جماعة يدامون. نعم. يقطعون مسافة أكثر من 30 كيلومتر، يعني فوق 44 كيلومتر. زين. زين. وعندنا جماعة لا، صباح يداومون بالسبوع 5 أيام. خلاص واضح، نفس سمع سيد جاي يكرر نفس القضاء. خير إن شاء الله. شكرا لأبو جعفر من البصرة، إن شاء الله سمع سيد يجاوبك على أسئلتك. سمع سيد، الأخت أم علي كانت اتصالها من كربلاء المقدسة، سألت عن الشياطين، تقول الشياطين في شهر رمضان مغلولة. مغلولة. نعم، الناس ليش يسوون معاصي؟ مشكلة الإنسان في الواقع، رب العالمين يقول أن الشياطين غلت إيديهم. نعم. بس الناس، البشر الذين هم شياطين، شياطين الإنس. نعم. شياطين الإنس أتعس بعض الأحيان من شياطين الجن. الجن، أحسنتم. الله الشياطين يغلهم، أما ذول البشر اللي كل واحد هو أستاذ شيطان صاير. يروح يفتح الأغلال اللي الله سدها، يفتحها، يعني حسب تعبيرنا يشتغل على فك الأغلال. نعم. مثل واحد يقول يا بقى أنا ترى شنو، اسمعوا جيدا، هذا مثال عجيبة عن واقع. يقول الحمد لله سيدنا، البلد في أمان. يا بشلون؟
كل الفاسدين والحرامية ذبناهم بالسجن كلهم الحمد لله. أيها الناس ناموا رغد رغد، الناس نامت رغد، يوم يومين، يوم الثالث شافوا السرقات والتجاوزات، اجوا للحاكم قالوا له شاءت تقول كذا، قال ما أدري والله، بس يمكن نفس حراسة الحراس، حراس السجن هم حوزين الشيطان يقول، بس يجي غل الشيطان، غل الشيطان يفتحه. رب العالمين يقول هاي انتم، هاي انتم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انتم جاي تظلمون نفسكم مو يمي انا. انا قايل لكم لا تاكلون لا تشربون لا كذا في هالساعات هذه. انت مولانا الجليل نفسك الاماره بطريقه او باخرى تبدا تعصي وتبدا تخون وتبدا تتمرد وانت في شهر رمضان، شو اسوي اذا انت تعبان؟ مشكلتنا بعض الاحيان ما نحتاج الى شيطان، احنا شياطين. هيك واساتذه واقع. في اليوم يقال انه الشيخ مرتضى الانصاري شاف الشيطان في عالم الرؤيه. نعم. شيخ مرتضى الأنصاري أحد المراجع الكبار وأستاذ الفقهاء من 200 سنة بالحوزة. نعم. يقول شفت الشيطان بالحلم شايل زناجير هالكبر الوحدة، كل زنجير هش سلسلة، وشايل حبال، حبل غليظ وحبل ضعيف وحبل مدري شنو، وخيوط خيوطهم خفيفة شايل وياه. يقول سألت الشيطان هذا شنو؟ قال هاي هذه السلاسل العظيمة المثلك وأمثالك، أجرجر بيكم وتقطعوها، أجرجرها بيكم وتقطعوها أنتم. وهاي الحبال لفلان فئة. قال له ذني الخيوط شنو؟ خفيفات جدا، خيوط شي هشة. قال ذولا بعض الناس بالخيط أجر. قال ذولا هشي، ذولا أضعف الناس. قال لا مولاي، أكو بعض الناس بالإشارة يجي، بس اقول له هيك غمزه واحده هو يجي. يا سبحان الله، غمزه غمزه. فبعض الناس هم شياطين يا اختي. رب العالمين شو يسوي لنا بعد؟ شو يسوي؟ لا لا، اسال الله سبحانه وتعالى العافيه، اسال الله العافيه. الله يبارك فيكم سيدي. بني الاخ عمار، حياك الله يا عمار. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي عندي سؤال، انا موظف دار حكوميه. نعم. وحكم عمل يعني عندي هناك موظفات تبرج زايد، وأنا على تماس يعني حكم عملي. نعم. ولبس ضيق جدا، وتعرف شهر رمضان هذا. نعم. فمرات يعني هيك نظرات يعني لازم يعني على تماس يعني حكم شنو هذا؟ أنا كان يعني أنا صايم. نظرات شنو؟ نظرات بريئة؟ نظرات يعني لا 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 سيدنا، حكم العمل بس هو لبس تبرج على مكياج على لبس ضيق على قصير، فعلى تماس يعني. الله يساعدك ان شاء الله، الله يساعدك. اي والله، يعني احنا نغض النظر قد ما نستطيع، بس مرات يعني يصير حكي او شيء. متزوج؟ انا متزوج. عافيه، دير بالك علي يا حال، دير بالك. لا الحمد لله شكرا، موجود ان شاء الله. لا لا صدق، دير بالك بدون شق، لا بدون شق. طيب. هذول شياطين، شياطين بشكل زميلات. اي والله زميلات. سيد تعالنا احنا ايش قد ما نحكي وننصح ماكو فايده، يكون على حكي. لا مولانا، هذول قد طبع الله على، ختم الله على قلوبهم. شكرا اخ عمار، الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك. سمح السيد، نرجع للاخ ابو جعفر من البصره اللي ذكر لنا فئات مختلفه، هو جاوبنا على سؤاله باتصال سابق في حلقتنا السابقه. اليوم يذكر بانه يقول اني دوام 15 ب 15 وابعد عن مكان عملي 30 كيلو، جاوبتوني على سؤال 20 سنه. قلنا هذا مقر، الفئه اللي تقطع 40 مقر، هذا مقر يعني الفئه الاولى مقر جيد، هو مكان عمله مقره يعني مثل الوطن، خلص مو كثير سفر. طيب بعد اللي مسافة شرعية 40 كيلو، 40 كيلو. نعم. ويروحون شنو؟ هم 15 ب15 وعشرين سنة. نعم. هم مقر، ماكو اختلاف، ماكو كثرة سفر. زين، الأشخاص اللي دوامهم يوميا تقريبا 7 ساعات من 7 الصبح لل3 الظهر، اي شبيهم، يقول ذولا دوامهم يوميا ايضا نفس 8 ساعات. نعم. يومياً ما عدا يومين ومدتهم 20 سنة. نعم سمعت. هم مقر نفس الشيء، هؤلاء كلهم مقر، ليسوا كثير سفر.
لأن كثرة التواجد في تلك المنطقة في مكان عمل، كثرة التواجد لساعات طويلة ولأيام متمادية في الشهر الواحد ولمدة طويلة أكثر من 4 سنوات يصير مقر. طيب إن شاء صار الله. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. الأخ أبو جعفر من البصرة. سمح سيد، كان اتصال الأخير عندنا من الأخ عمار اللي مسألته واضحة بالنسبة لك، اللي داوم في مكان في إحدى المحافظات. أنا ذكرت الأخ عمار، حبيبي عمار، شوف والله العظيم أنا قلبي يتقطر دم على مثلكم أمثالكم، شباب مؤدب متدين يخاف الله، بس هذول الشياطين هم تتمكيج برمضان ومدري إيش، تلبس ضيق ونص ظهرهم يطلع إذا شوية دنقت. هذا الشاب المسكين شي يصير بحاله؟ وأنا قايل طبعا هذا قايله في مكان، أنه شبابنا في هذا الزمان يعانون أكثر من أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله شنو كان يعانوا؟ شنو يعانوا؟ نسوان مقبعات لابسات 50 حاجة فوق راسي، ولا شكل ولا شكول. والآن تعال شوف هالتبييض وهالتعديل وهالبوتوكس وهالكذا، هذا الولد المسكين شو يصير بحاله؟ أقول يا ربي، أنا أقول يا ربي ذولا شبابنا أرأف بحالهم، واقعا أرأف بحالهم، خطية ذولا إيش يعانون؟ ما يعانيه شبابنا أعظم امتحانا مما عاناه أصحاب رسول الله، وقطعا أجركم أكثر، والله أجركم أكثر، ورسول الله يتحسر عليكم. في حديث قال يا رسول الله آهن لإخواني، قالوا يا رسول الله من إخوانك؟ نحن أصحابك. من إخوانك؟ ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني سيأتون في آخر الزمان، يؤمنون بي ولم يروني، ويطيعوني ولم يسمعوني، ويتبعوني ومن حيث لم يشاهدوني. ذولاك إخواني، ذولاك. هذا الشاب عمار وغير عمار، ومصطفى وغير مصطفى، يتبع رسول الله لا شايفه لا سامعه، يفدح شايات جايه، هو مؤمن قلبهم لما يذكرون رسول الله يخشع قلبه. هؤلاء إخوان رسول الله. ديروا بالكم شباب، هالمغريات ترى والله تنتهي، وإذا تريد تشوف هاي الحسناء اللي قدامك، هاي الحسناء اللي قدامك إذا تشوفها، شوف العجايز من الممثلات والراقصات اللي الآن ينشرون صورة تشنة واحدة قردة، أنت شوف ذيك، هاي راح تصير مثل ذيك، فتموت شهوتك، واقع هذا تموت شهوتك لو شوف هذه. نسأل الله العافية إن شاء الله. الله يبارك فيك السيد. وصلنا الآن إلى الوقت المخصص للفاصل، اللي من بعده إن شاء الله راح نرجع مرة ثانية ونستمع إلى بصماتكم الصوتية ومداخلاتكم وأسئلتكم إن شاء الله، اللي سمعت السيد يجيب عنها إن شاء الله جميعا. ابقوا معنا. حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، مشاهدي قناة الدعاء الفضائية، لازلنا متواصلين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنتم والشريعة. نجدد التحية والترحيب بكم سماحة السيد في حلقتنا لهذا اليوم. الله بكم. الله يبارك بكم. وصلنا إلى الوقت المخصص للبصمات الصوتية، وأيضا بإمكانكم وما زال بإمكانكم إرسال حقيقة الأسئلة والبصمات الصوتية على الرقم اللي راح يظهر إن شاء الله عندكم أسفل الشاشة. نعرض البصمة الصوتية الأولى. سيدنا أنا أبيع رصيد على رأس الشهر، يعني رأس الشهر أبيع الموظفين، بس الرصيد نفسي تبيعه ب6.5، ما أخذ عليه لا ربح ولا زيادة، بس الرأس الشهر يعني أنطيه مثلا يوم 10 بالشهر ينطيني فلوس، يوم 1 يوم 2 بالشهر، ونفس السعر مال السوق أبيعه ب6.5، يعني حال السوق، ما أبيع لا زيادة ولا نقصان. واضح واضح سمع السيد. في الواقع رأي سماحة السيد السيستاني حفظ الله تعالى في بيع الرصيد بالآجل، السيد يقول لا يجوز ذلك على الأحوط، لا يجوز ذلك على الأحوط. سيدنا أنا بنفس السعر، يقول ما يخالف السعر، سلم استلم، اشتري سلم استلم، أما أنت تأخذ الرصيد وبعدين تعطي فلوس، السيد يقول هذا خلاف الاحتياط، ما يجوز. السيد تريد بلي تقلد شخص آخر، مرجع آخر غير السيد، ما يخالف في هالمسألة، تستطيع أن ترجع إلى مرجع آخر غير السيد اللي هو يأتي بعد السيد بالأعلمي، ما في إشكال، يكون يجوز هالمسألة، يجوز. نعم سمعت السيد.
سؤال آخر وبصمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، على المرجعية وعلى العالم الإسلامي. سلام إلى السيد رشيد الحسيني الأخ اللهم صل الجليل وبارك الأكبر. وبارك. حبيبي الله يخليك، أنا أعاني من الوسوسة، الوسواس القهري في العبادات، في ممارساتي في الحياة اليومية، بكل شيء سيدنا، بحيث يعني وصلت لدرجة الجزع. يعني أجي للصلاة ماذا أقدر أصلي، أجي مثلا للطهارة أكرر أكرر أكرر، في حين أكون فد شخص يعني شلون أحد يتحرني ويتحر إرادتي يقول لي لا عيد 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 عيد، وهالشيء أثر على نفسيتي وعلى حياتي الزوجية وعلى حياتي الاجتماعية، أثر هم كذلك على وظيفتي، أثر كذلك على وقتي باليوم، شلون لا لا يعني أستثمر بالعبادة وأستثمر بشيء يفيدني، يفيد مستقبلي، يفيد واضح حياتي سمعتني. الأخروية. فأترجاك عن الحل النهائي. نعم سمعت. حبيبي المتداخل، شوف حبيبي، أنت زين يعني معترف على أنه أنت عندك مشكلة نفسية نعم وأنه وسواس، وأكو واحد يقول لك لا تسوي، أكو واحد يقول لك كرر كرر، عيد العمل عيد العمل، هذا هو اللي يسموه حديث النفس، وهذا اللي في الواقع يسموه وسواس. فيمكن حل هذا الأمر بخطوتين مهمتين. أنت تقول أريد حل نهائي، حل نهائي إرادتك أنت، أنت من اليوم صمم أن هذا النداء اللي يقول لك عيد عيد ما تعيد، قل له ما أريد أعيد، شو تريد تسوي سوي، ما أريد أعيد. توضيت بعد ما أعيد، لو تنزل السماوات على الأرض أو الأرض ما أدري شو يصير بيها، أنا ما أعيد، هيك هيك صمم أن ما تعيد. صلي بكل كيفية، حتى لو صلاة مخربطة، أقول حتى لو صلاة مخربطة، والله تقسم لي تقول والله صلاتي مخربطة، أقول ما يخاف، هي صلاتك زينة، هاي صلاتك زينة مشيها، أنا أقبل وأنا أتحمل صلاتك أمام الله، مشيها بابا مشيها. هذا الأمر الأول، تقوية الإرادة. ثانيا مراجعة طبيب نفساني درجة أولى متخصص، يدرس حالتك، يعطيك بعض الحبوب اللي شنو تهدئ هذا الحديث اللي يقول لك شنو كرر كرر، هاي قلله. الله يعافيك بحق محمد وآل محمد، الله يعافيك. أحسنت بارك الله بكم سماحة السيد. نعرض سؤال آخر وبصمة أخرى. السلام عليكم سيد، شانك؟ أنا أم علي، دزيت لك بصمة هذيك المرة، وأني عمتي مربيتني، قلت لك وأنا صغيرة، وهسه هي توفت، وقلت لك لقيت فلوس ومحبس انطيت لأبوي، وباقي من الفلوس تقريبا 1,000,000، أنا أخذته وقاعدة أسوي لها ثوابات وطي، واشتريت كتب للجامع وأطب ثوابها وأسوي لها ثوابات، يصير لو ما يصير؟ وأنا جاوبتك أختي، يعني سألتهم سمعت السيد. جاوبتك قلت لك بابا أنت ما دام عندك عمة، عمتك توفيت عندها أخوة وأخوات، والدك أخوها، أكو غيره؟ أكو غيره، عماتك عمامك الآخرين موجودين، إذا موجودين شلون أنت تتصرفين بأموال عمتك بدون إذن؟ شلون تتصرف؟ اشتريت كتب، شلون على أي أساس تشترين كتب؟ هذه إرث، إرث لأخوتها، إرث لأخواتها، والدك واحد من عندهم، فكان المفروض أن تروحين إلى ورثة عمتك، ورثة عمتك أبوك وأعمامك وعماتك إذا موجودات تروحين إلهن وتتبارين الذمة وياهم. في حالة أنه ما متزوجة هذه المرأة بلي، المتوفية إذا ما كانت عندها أولاد. العمة ما عندها خلفة، بلي. نعم سمعت السيد. نعم السؤال آخر. أيوة السلام عليك سيدنا، عليكم رمضان كريم السلام عليكم. ورحمة الله. سيد أنا مريضة وبيا صرع، ورحت للدكتور، دكتور من عليه الصوم، وكل 12 ساعة قاعد أخذ حباية، وأنا هسه صمت، وخابر وتمرضت البارحة، وخابرني الدكتور، الدكتور قال أنا منعتش من الصوم، حرام عليك تصومي، فأريد ما أحكم هذا الشيء. ما دام الطبيب يقول وضعك مو زين وعندك صرع
وعندك الدواء لازم انت تستمرين عليه بشكل منتظم، وجربتي الصومين وبعدين الدهورة صحتك، هذا ما يجوز لك الصومين. يعني انت في الواقع صومك غير صحيح وانت معذورة من الصيام، فافطري بابا الى ان تتعافين ان شاء الله تعالى، تقضين هذا الصوم ان شاء الله. واضح ان شاء الله. سمعت سيدي. نعم، السؤال آخر. السلام عليكم. ونحن اثنين خوات واخوان ثلاثه، ابوي من بعد ما مات ترك لنا بيت وترك لنا قطعه ارض، قطعه الارض دونم 12 دونم، وهسه اخواني يبدون يبيعونها، فجمعونا قالوا انت اذا بعنا القطعه لازم تاخذ حصتش، تاخذ حصتش من القطعه، البيت مالش نحصه، او تقول احنا ما بدنا حصتنا من القاع، تاخذ حصتش من البيت، من جهه واحده تاخذ حصتش، ما تاخذ حصتش اثنين من البيت والقطعه الارض، وهذا الشيء يعني وهم لا ياخذون حصتهم من البيت وحصتهم من القاع، بس الوصيه ما تبوي قال يعني من بعد ما ماتي إذا باعوا البيت تاخذ حصة شن من البيت وحصة من قطعة الأرض من البيت. نعم، سمعت سيد. البنات يرثن من أبيهن كما يرث الأولاد. شلون الأولاد يرثون؟ احنا هم نرث، البنات كالأولاد يرثون الأولاد من البيت، احنا هم نرث من البيت، يرثون من الأرض، احنا هم نرث من الأرض، يرثون الأولاد من فلوس، احنا بنرث من الفلوس، يرثون الأولاد من السيارات، احنا بنرث من السيارات. البنات كالأولاد يرثون من كل شيء يتركه الأب. نعم. سواء وصى أو ما وصى، أبوك يوصي أو ما يوصي مو مهم، الله قايل أنه ما تركه الميت يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص. السوادش يقول أو ما يقول مو مهم. فلا يجوز لإخوانكم أن يحرموكم ممن من شيء من هذا الإرث، سواء أرض أو بيت أو سيارة أو فلوس. واضح إن شاء الله. سمعت سيد. سؤال آخر وبصمة أخرى. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. سيدنا، عندنا زوجة أخوي صار 15 سنة متزوجة وما صلي ولا صوم، يعني صلي لها يوم يومين من رجلها يحاكيها ويلح عليها واحنا هم نحاكيها، صلي لها يومين ثلاثة وقطعت، منو يتحمل الاثم، احنا او زوجها؟ اقول كلمة. نعم، سمعت سين. اخاف يزعلون. لا، سمعت. زوجها ما بيحاض، لو زوجها بيحاض ما يخلي زوجته ما تصلي، ما يخلي زوجته ما تصوم. أنا زوجتي وشريكة حياتي وعلاقتها برب العالمين تعبانة، على شنو أعيش معاها أنا؟ لو تمشي مثل ما يريد الله ورسوله أهلا وسهلا، ما تمشي مثل ما الله يريده ورسوله في أمان الله، أطلقها 40 طلقة خلاص. بس طبعا هذا كلام، 40 طلقة ما عندنا 40 طلقة بالشرع، بس أقول يعني على أي حال روحة بلا رجعة. نعم. بنت المرأة اللي ما تدير بال الله، ما تدير بال الشرع الله، هذه لا تستحق أن نعيش معها، أن نتنفس معها، أن نأكل معها. فأقول زوجها ما بيحظ، أنتوا ما مقصرين، أنتوا شنو عليكم؟ ما مقصر. بس زوجها بيده أمرها، زوجها بيده أمرها، لو ترتبط وتقبلي تنضبط وتلتزم أنا زوجه بخدمته، ما تلتزم فسرحوهن سراحا جميلة، خلاص في أمان الله، هذا فراق بيني وبينك. بس المشكلة يحبها، لما يحبها حبه أكثر من حب الله، فصار الله وحبه هو يقدم حبه على الله، طبيعي. من أقول ما بيحظ هو هذا. ما له، واضح المطلب؟ واضح. سمعت السيد، احسنتم، بارك الله فيكم. آخر بصمة وآخر سؤال بحلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. الله يوفقك، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. آمين. الله يرضى عليك سيدنا، رحم الله والديكم. حيدر من كربلاء. سيدنا، عندنا سؤال، احنا نقعد بالختمات مال القرآن،
نقرأ ونذاكركم إن شاء الله بالدعاء، ما ناسيكم، الله يوفقك ويرحمك ويرحم والديك. سيدنا من نخلص تجي ليالي القدر نفتح القرآن ونسوي مال ليالي القدر، يقولون ما يجوز تفتحون القرآن وتخلوه على رؤوسكم وطبقوه للقرآن، هم صحيح هاي؟ رحم الله والديك. وضع القرآن على الرأس مفتوحان أو مغلقان، بعض صفحاته كل القرآن مغلفا بدون غلاف، أوراقا بدون أوراق، هذا كله ما في إشكال. والله لا تفتحوا، ليش؟ شنو؟ منو قال لا تفتحوا؟ لا خلوه مسدود، ليش أخليه مسدود؟ وشنو المانع يعني؟ هذا كلام ما أدري من وين يجي. على حال يجوز أن تضع القرآن بأي كيفية، بأي كيفية، واضح إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، سلمكم الله تعالى على كل ما قدمتوا لنا في حلقة هذه. الله يبارك فيكم. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. الملتقى معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم غد نفس الموعد 10:50 مساء. في أمان الله.